السلام عليكم. عندنا هسه هاي المسألة، هاي المسألة من المسائل السهلة. بحكي لي the two blocks A and B have a weights وزن W A 60 و W B 10 pounds، فمعناته هاي وزن. نعطيني الوزن جاهز ل A ولا B. ال coefficient of friction بين A والسطح هو 0.2. نعطيني ال coefficient of friction، معناته عندي احتكاك بالسؤال. بقول لي أوجد سرعة A بعد ما مشت 3 فيت لتحت، تمام؟ يعني هسه أول شيء معطيني دلتا X A تساوي 3، ومعطيني الحبل. الحبل عندي حبلين لأ وحبل لبي، فبكون عندي 2 A ناقص B لأنهم عكس بعض، هاي تنشينا هيك وهاي تنشينا هيك. وإذا لو بدي أخذ شغلة أوريجن فهاي S A وهاي مثلا S B على فرض، يعني بالتالي هاي S A زائد S A ناقص S B، فبالتالي 2 A يساوي L. تمام. فبالتالي انا عندي 2 دلتا اكس اي ناقص دلتا اكس بي يساوي 0، فبالتالي انه 2 اكس اي بتساوي اكس بي، فبالتالي اكس بي بتساوي 6، وبنفس الطريقه في اي بتساوي في بي. طيب هذا سؤال بكرات وفي سرعه ومسافه، معناته احنا بنشتغل على شابتر 13، معناته انا بدي اعمل اللي بيحكي لي عباره عن الشغل والطاقه، واللي هو T1 زائد U12 بيساوي T2. بطبقها لكل بلوكة، بطبقها لكل بلوكة. يلا هذا النورمال فورس هيك، هذا 2T زي هيك، وهذا بنزل لتحت، فالفريكشن لفوق، الفريكشن لفوق، وفي عليه ايش؟ W ساين الزاوية. الفكرة بالزاوية، الزاوية 3 4 5، شو الساين تبعها؟ 3 على 5، فالتالي هذا بأخذ 3 على 5، ومركبة الوزن على الواي شو بتأخذ؟ 4 على 5، يعني 4 على 5 ضرب الوزن، 3 على 5 ضرب الوزن، وبطبق T1 زائد U12 بيساوي T2 ولكل بلوكة وبحلهم. هيو يعني في ما في أي فكرة، السؤال في أسهل منه كثير. هيو T1 زائد U12 بيساوي T2، فأنا قال لي أترست فنص أم في تربيع 0، بعدين أخذ وزن A في 3 على 5 S A لأنها هي باتجاه الحركة، الجسم A هيك بالتالي هي باتجاه الحركة، الفريكشن عكسه، هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية إيش؟ اللي هي الوزن. الجسم الثاني الوزن اللي هي دبليو، وهذا التنشن. هسا شغل التنشن اللي من هون مع شغل التنشن اللي من هون بروح، زي ما حكينا بالفيديوهات السابقة، شغل التنشن طار، فضل عندي إيش؟ الوزن. فهيو الوزن بيساوي إيش؟ نص أم في أي تربيع زائد نص أم في بي تربيع. يعني هاي المعادلة أنا مش هيك كنت أشرحلكوا إياها بالدوسية، كنت أعمل كل جسم لحاله وأجمعهم، بعد الجمع بتصير معي هاي المعادلة، دائما بعد الجمع بتصير معي هاي المعادلة، بطلع على كل شيء، كل شيء معي ما عدا الـ VA والـ VB، ما في علاقة بين الـ VA والـ VB، من معادلة الحبل، تمام؟ هي العلاقة هون، أعمل هاي المعادلة بدلالة هاي فطلع VA و VB. السؤال كثير سهل، مشروح زي الدوسية وما في أي فكرة من الصعوبة، يعطيكم العافية.